يا ليتني لي إلى وطني يعود يتلثمني. حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين. يا ليلة من ليل البنفسج، يا عذر يا ما نجد ما نسوحد. قل للدائرات قفي، شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. يا تل الورد تل آخر السباح حتى تطفن نشوفه. شن صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جيت أبونا. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة بالغربة، ويجين الصوت وين انت اشتهيت الموت. بنص بغداد أريد الموت. انتظرتك مثل قطرة ماي نزلت على العطاشة وطشروها وغربوها ويبسوها بعينك وجرحون بيك. انتظرتك سالفة بحلق الليالي الجايعات، الحال مات بحلق كل غرقان مكتول على شم. انا طلبك بالمناطر عزتي وطولي ولهفتي وهيبة عيون وخذتها هدهد بحيل استحق منك تهدني. انت جرحك خورساني وعطشاني، منين لك بيباني لطولك غربتي، منين لك دمعة وتصبيها لفركتي. دوريتك بالمكاتيب البطت وتبللت باخر رسالة، وعاندت روح وخذت طبع الحمام. اش ما نزل سوق السفر تذقلبتوني، وش ما صعد سوق القفص تكبر عيوني. حيل ما بي وجيتك طشرتني وطحت خايف، هو من تعشق غربتي تعيش تاجر والعشق بس للصرايف. مساء الخير، مساء المحبة عليكم أحباء المشاهدين. اليوم حلقة جديدة من ليلة شعر مع شاعر مبدع جدا من محافظة النجف، شاعر شريك الوجع وشريك القصائد الوطنية أيضا، إلى تجربة كبيرة، الشاعر علي الصفار من محافظة النجف. مساء الخير عليك. مساء الخيرات حبيبي أستاذ سجاد. يا حبيبي مبارك لك ليلة شعر، وإن شاء الله تكون ليلة شعر. هذا البرنامج اللي يدعو للأمل ويدعو أن يلوح بأفق شعري جميل، مبارك لك وإن شاء الله بالتوفيق بيك. يا حبيبي الله يبارك بك. شكرا اللي دعوت، يعني استقبالك للدعوة وموافقتك للدعوة، والحمد لله على سلامتك. أشكرك يا حبيبي. أهلنا بالنجف طبعا الطيبين. شكرا لإنجاب علي الصفار. طبعا علي الصفار اسم كبير جدا على خارطة الساحة الشعرية، وأيضا اسم كبير في النجف. ناخذ بطاقتك الشخصية. علي مهدي عباس علي الصفار الاسم الفني، من مدينة النجف، ولشرف أن أكون من هذه المدينة وهي سماء ثامنة. والعراق الشرف أن النجف موجود بيه طبعا. طبعا أكيد، لأنها مدينة علي بن أبي طالب يعني. أحسنت. 8/8/1987 يا برجت. ما أدري. ما تدري؟ ما أنت ما تؤمن بالأبراج؟ لا ما حافظهن. واعتقد مرات يقولوا لي، فمن انطي المواليد مالتي يقولوا لي التفلان برج وارجع انسى، يعني كلش ما مهتم بهذا الموضوع. ما تؤمن بهذا الموضوع زين. علي، يا سنه بلشت تكتب شعر؟ والله يا سجاد ما ادري، هم ما تتذكر. يعني الشعر الشعر ده يعني جاني داهمني غفله. يعني اولا احنا تعرف النشأة والعائلة وطابع المدينة، المدينة هي مدينة، يعني مدينة متسعة بها هواي جوانب، جانب مضيئة، مدينة أدبية كبيرة، ومدينة دين، ومدينة فقه، ومدينة لغة. زين، سبب كتابتك للشعر؟ وسبب كتابتي للشعر قلت لك هم ما أدري بهذا الموضوع، لأن الشعر يعني أعتقد لا يكتب، الشعر يداهم. يعني ماكو حدث معين صار وياك؟ الأحداث كثيرة طبعا، الأحداث كثيرة اللي مرت بي، وأحداث طويلة، وأحداث قسم منها جميلة وقسم بها معاناة. بس البداية لكتابة القصيدة ما أعرف شلون كتبت شعر أبداً، يعني ما أتذكر. أتذكر البدايات نفسك التشعر. لا أتذكر البدايات، يعني أتذكر بداياتي الشعرية، لكن لجوئي للشعر ما أعرف سببه شنو. طيب نروح قصيدة نسمع، خلي نسمع علي الصفار. أي نسمع قصيدة. أي ما أدري منين أبدي لك سجاد. أبدي لي من قلبك. أي يا حبيبي أنا أشكرك. تسلم. الدافع سوالف من أذكرك بابا، أي ولمن كل شيابس وانفرش لك ماي، وتبلل صفنتي افز شط وجوه
ينشف صيفي والقشقد علي فياي ونسافر قمر ماشي لخد الغيم نوصل للمطر وانتيه نجمة راي ولم لمواسي ألم بواسي لمنعس الحيطان وقصب تشبك ظنوني وهور يمشي وياي وسافر أسافر وي قميصك هو ما مشموم وتركض لسلف لو ثقلت ممشاي أغرفك تشف ضوى ما بي أصابع لي وتخدر بي نجمة وأنشف على اسماي واشتمك اشتمك قصيبة بنية أهل الطين وتتمشى لنسمة بنية الحفاي وانوي أنو الوجهك البي الله سبح شوف ورد بلا وضو إبليس فوق شفاي وجيك أجيكم خلصوا يمك قدر طول وطشن على شفك القروح هواي تنقطل الهوى ويكبر بروح شراع ونتيهم شامم ونتلاقى ريا وناي ضقت طعم الملاقى البي فحط مرسوم ضقت طعم الملاقى البي فحط مرسوم من الظل بالشوارع وانت كلك جاي عشتك شوف مقيول بسوالف عين تتمايل سعف وانا بخلق رماي طولك مأذنة وبي بلال وصوت أردت لك دفو ويكشخ على الضوء طولك مأذنة وبي بلال وصوت أردت لك دفو ويكشخ على ضلوع شتاي وذب سنين يمك هاي سنين يمك بيها فهطة شيب وشربك بس لعب والوزترا وصباي الله يا علي الصفار الله الله قصيدة غزلية تحسها مكتملة أنت علي الصفار مكتمل الله يسلمك يا حبيب مكتمل جدا يعني تميل للشعر الفصيح أكثر من الشعبي يعني أميل للجمال بالنتيجة يعني أينما وجد الجمال ستجد على الصفار إن كان يعني إن كانت قصيدة أو إن كان عرض مسرحي أو إن كان سينمائي إن كان مسرح إن كانت موسيقى الجمال متعدد والشعر الفصيح أيضا شعر عظيم بمواطن كبيرة من الجمال وبوعي كبير وبي يعني استفادة كبيرة هذا التلاقح هذا التلاقح يعني قرب الشعراء الشعبيين من الفصحى ايضا هو تلاقح جميل ينطي كثير من الاشياء من الجميله ويعزز اللي قريبين عليك وهواي جدا مثلا نقدر يعني اغلب شعراء النجف الفصحى هم اصدقائي واغلب نعرف اساميهم يعني من النجف مهدي النهيري ودكتور عادل البصيصي ومرتضى الحمامي وفارس حرام وهواي ودكتور عادل البصيصي ودكتور حمد دوخي و كل شعراء الفصحى تقريبا هم أصدقائي زين ليش أنت دائما متعصب للقصيدة المفتوحة أكثر من العمودي ما متعصب للقصيدة لا أنت أنا قالت لي العصفورة لا بالعكس يعني أنا أكتب بالشقين أكتب القصائد الأول أنا حاليا افتتحت البرنامج بقصيدة عمودية يعني بس ايه؟ أنا اللي وصلني أنه أنت دائما متعصب للقصيدة المفتوحة لا أنا متعصب للجمال يعني أنا مع الشعر ومع الجملة اللي تلبي طموحات الشعر طيب. يعني جملة شعرية كاملة المواصفات من الجمال ومن الوعي ومن العمق اللي ينتم للشعر إن كانت بنص تفعيلة أو إن كانت بنص عمودي أنا أنتمي لها طيب شنو المواضيع اللي كتبتها بالعمودي؟ يعني كتبت هواي كل المواضيع أغلب يعني أغلب هواي كاتب مواضيع وحاليا أنا قلت لك قريت لك قصيدة عمودية كانت غزل وقصائد عمودية أيضا وطنية وقصائد عمودية دينية وهواي قصائد طيب نسمع أريد نسمع من على الصفار بعد أي نسمع أمس آخر لي المات أمس دورت الصور بس ما لمظلونك بوجهه وانطفيت أمس دورت الرسائل والشبابيت وصفنتي وما لقيتك وانطفيت آخ تاخذ آخ مدر الياونين أولا صبح يصدق وشوفك صبح يصدق وشوفك شوف سكت وبي هوسه من الحنين شوف سكت وبي هوسه من الحنين وانت إيه انت يا اخر ضويلوح السنين الله اخر ضويلوح السنين ياهو اللي ياخذك صدفه اللي ياخذك صدفه ونوايا الناس ولضوك وين تريد بعيونك الما شبقت وجوه تلوك الاغاني منين هاي الاغاني منين اللي بروحك عمر ما روح الله
الله يا علي الصفار، الله عليك. زين تقدر تتناول لي مثلا أسماء شباب شعراء من النجف تناولوا هذا اللون الشعر اللي أنت هسه قريته؟ هو هذا اللون يعني موجود بكل محافظاتنا، محافظات العراق. أنا قصدي النجف، النجف. نعم هو أنا. من يعني الأسماء؟ يعني أنا اللي واصلني مثلا تحياتنا محمد أبو سراج. نعم. يكتب هيك لون. نعم نعم. بس أكو أسماء شباب ظهرت. نعم. بالفترة الأخيرة كتبت هيك لون. يعني هذا اللون حاليا هو التركيز علي تحديدا بمحافظة النجف الأشرف، كون حددتني بالمحافظة. أي. وهو موجود. اعتبار محافظتك يعني. نعم. موجود بكثرة، وشباب تكتب هاي القصيدة تكتبها بجماليات عالية، وشيء مفرح يعني يدعو للفخر حقيقة، لأن النتاج الشباب الآن الشعراء جاي يشتغلون بمنطقة من القصائد، منطقة ذكية ومنطقة جميلة، فهواي من شعراءنا الشباب الرائعين. ما راح تعدد لي ولا اسم. لا هواي جدا. طيب يعني إيه؟ تستخدم تويتر؟ نوعا ما. مخلي سياسية لو شعرية؟ نوعا ما، يعني أكثر شيء المواضيع السياسية، لأن هو يعني هو أغلبيته سياسة يعني. طيب باعتبارك شاعر عليك ثلاث تغريدات. أي. نسمح. أول تغريدة، رفض الشاعر علي الصفار الظهور في أحد البرامج التلفزيونية المشهورة سابقا. أي هو يعني أنت ترفض أي فكرة ممكن أن تخليك بمكانك الغير صحيح، على يعني أصحاب البرامج الشعرية أن يعون الضيوف. يعني أولا أنت اليوم لا تحدد بلون شعري معين، عندما يعني تم دعوتك على أثر أو من خلال محافظتك كونها محافظة دينية، راح تحدد أو تصير بمكان أنت يعني مو ضمن طموحاتك الشعرية. أصحاب البرامج مرات يدعون الضيوف على أثر محافظتهم، مو بالضرورة أنت من النجف أن تكون شاعر ديني أو شاعر حسيني. صح. النجف مفتوحة على مصراعيها، مدينة مثقفة ومدينة واعية ومدينة بها طابع مدني كبير، فأنا أرفض عندما يحدد الشاعر أو يكون بجانب يخلوه هو مو المكان اللي يطمح له، فأكيد أرفض. طيب شكرا يعني صراحتك أكيد. يعني رغم تجربته الكبيرة علي الصفار لم يهتم بالشعراء الشباب. شلون ما اهتميت بالشعراء الشباب؟ وانا هسه قلت لك عدد لي. انت ما قدرت. لا لا لا، انت سالتني عن القصيده. لا شلون ما مهتم بالشعراء الشباب، وانا واحد من مؤسسين منتدى هو كان الحاضنه لكثير من الشعراء الشباب. اسم المنتدى اللي اسسته؟ منتدى عبود غفله، هو واحد من اهم المنتديات. طبعا تحياتنا الكل اللي اسسوا. نعم اكيد. نعم بالتأكيد. من الاسماء اللي اسسوا يعني المنتدى. يعني بالبدايه كان الاستاذ احمد فشلان الوائلي والاستاذ علي حسن الشمري، والتحق ايضا محمد ابو سراج مؤخرا، كان هذا الثلاثي، وبعدين تعزز ومصطفى الجناحي ومحمد مواش وسلام، ويعني هاي الأسماء كلها كانت هي أساسية بهذا المنتدى، وهذا المنتدى كان حاضنة لشعراء شباب. طيب. كثيرين طلعوا. طيب. من خلال هذا المنتدى. طيب. فهذا واحد من الدعم يعني. طيب. الأخيرة سنة 2020 هي أسوأ سنة في حياة علي الصفار. لربما على الأغلب، لكن بصورة خاصة سنة 2020 ببدايتها يعني أو يعني نصف سنة 2020 بها هواي فقد. واحد من الفقد المؤلم هو كان جبار رشيد. نفرح مع الروح جبار رشيد. طبعا. هذا الشاعر الإنسان الطائر الحوم. خسر الوسط أكيد يعني. جبار رشيد اللي حقيقة يعني اتمنيت على الناس يعني ناس وشعراء أيضا يكونون قريبين من جبار، حتى يعرفون مدى الجمال ومدى النقاء ومدى الروح الحابة للجميع. جبار كان ثلمة حقيقية إنسانية. جبار ترك أثر كبير عند الناس، وجبار هذا الذكر الطيب اللي دائما يتردد على شفاه الآخرين، وهو حاليا كان أقرب شاعر لك ببغداد جبار رشيد. جبار من الشعراء اللي كلش كانوا قريبين عليه بغداد. طبعا اكيد. طيب. رغم يعني الصداقات العديده، لكن هاي السنه بس فقد جبار. ونهايه 2020 فقدت والدي. الف رحمه على روحه. اي نعم. فهذا الفقد حاولت تكتب للوالد شيء؟ والله ما قدرت اكتب له. مش عجب. يعني لحد الان ما مستوعب هو مات. حتى جبار ما رثيته ما قدرت ترثي. جبار لحد الان اتذكره وحسه يمشي وياي واشوفه، وكذلك والدي ما قدرت. والله العظيم الصوره موجود، ومرات حتى احكي وياه والجأ له. يعني مرات انت اكو ناس انت ما تريد تغادرهم، اكو ناس انت متمسك بيهم حتى لو هم غادروا الحياه، انت تقنع نفسك وتوصل صوره لعقلك الباطن على ذول الناس موجودين وياك. طيب نروح نسمع مدن.
تختال كلا نعم ما صارت مدن بيبان سكت يبوق هالمفتاح الله مدن تلقي القبر الصوت مدن تختال كلا نعم ما صارت مدن بيبان سكت يبوق هالمفتاح مدن تلقي القبض عالصوت ويلعب بالهوى الذباح مدن ما ترضى شفك لافتة انذار مدن تجفل من الشاعر الممداح مدن أشباح ترقص وين ما أشر حلق للموت وتحضر للقصيدة سلاح مدن تخفى ويفرت سبحة المولاي وبفرت بطن جوعان مدن تخفى ويفرت سبحة المولاي وبفرت بطن جوعان ما تلقى لي فز صياح كم ثائر يمد لك صوت ما هل هالفرح مرتاح ولا ما شبستر حيطان ما كتبت شعار وكاح كم فوهة مسدس نيشنت عروس ولا أحسين ما تلاح نزاهة رفض ما نخلص بوق أرواح وطن تشتعل ضوياته ويطفوها بقميص صلاح وطن بيعنبر شمع عمره نزاهة رفض ما نخلص بوق أرواح وطن تشتعل ضوياته ويطفوها بقميص صلاح وطن بيعنبر شمع عمره يصعد عطر على المروح الله الله أصفق لك الله يسلمك والله أصفق لك الله قصيدة حقيقية قصيدة أكو بيت عندك هيك شاعر ومداح وهيك شيء إيه نعم إيه مدن تجفل من الشاعر المومداح الله الله حقيقة عندنا شعراء يمدحون كثيرين للأسف والله جايك على هذا الموضوع والله محضر لك فتشي يعني إيه كثيرين مريت بتحديات بحياتك علي إيه أكيد أي إنسان يمر بتحدي شنو أقوى تحدي وأكبر تحدي مريت فيه بحياتك التحدي أن تثبت وجودك اتجاه الحياة ومواقفها ثبتت وجودك نوعا ما نوعا ما هو يعني الإنسان دائما أن يكون يشتغل على نفسه أكثر لكن عندي قناعات جيدة تجاه نفسي أنه قدرت أحقق أشياء جميلة زين أنت وين أنت ناجح وين أنت ما نجحت بيا مكان نجحت وبيا مكان ما نجحت يعني واحد من الطموحات مثلا اللي أحس أنه أنا ما أشبعته وما كملته الجانب الدراسي مثلا أي نعم خريج شنو يعني واصل المن المحد وبعدين كنت عندي طموح أنه يكون أكثر لكن ما قدرت أواصل هذا الموضوع مثلا ما حققت بي شيء تركيزي على الجانب الشعري الجانب الشعري أخذ مني هواي مثل كان على يعني كان على صعيد الدراسة جوز كنت مهمل بهذا الموضوع جوانب أخرى هو كلها كان الشعر حصة الأسد به خلي أخذك للتحدي الورقة وتحدي عندنا ثلاث تحديات وانت رجل قلت انه أنا حياتي خلصت تحدي بتحدي هي الحياة عبارة عن تحديات صح؟ نعم أول تحدي بورقة وتحدي شاعر تختار لي شاعر واحد تتحدى أن يكتب نص شعري يمدح به السلطة بطريقة ذكية هو المدح بصيغة الذم وهذا فن انت يمك وهذا فن بالتأكيد يعني الشاعر الأستاذ الحبيب علي حسن الشمري تحياتنا للشاعر علي حسن الشمري إذن من برنامج ليلة شعر نتمنى أنه دزلنا فيديو أنه قبلت التحدي في برنامجنا برنامج ليلة التحدي أن تكتب نص شعري تمدح به السلطة بطريقة ذكية وهذا التحدي من الأخ الشاعر الأستاذ علي الصفار خلصنا من التحدي الأول التحدي الثاني شاعر أو شاعرة نقدر نقول عنهم دولة مو شعراء مثلا تقدر تسمي لي بالأسماء والله بالأسماء هي يعني بغض النظر عن الأسماء ولكن هو أنا على أنا المتحدث يعني أبدي بنفسي هو لحد الآن طموح للوصول إلى الشعر طموح يعني الشعر بمسافات بعيدة والشعر يحتاج هواي اشتغال على الذات وعلى الوعي وعلى الثقافة حتى تقترب منه احنا نسعى للاقتراب من الشعر اما الاخرين برأي وجهة نظري حتى اتجرد من هواي تفاصيل المفروض تحذف اسمائهم تحذف نقدر نسمي لو ما نقدر لا هسه بالتسميات احنا ما نريد نخوض بهذا الجدال لكن الكثير يعني يفترض ان تحذف اسمائهم أو نطلق عليهم غير تسمية الشاعر لأن الشاعر أدونيس الشاعر الجواهري الشاعر المتنبي الشاعر أبو تمام الشاعر أبو فراس الحمداني الشاعر سعد يوسف وكثير من يعني الشاعر عريان السيد خلف الشاعر مظفر النواب الشاعر شاكر السماوي وعزيز السماوي وطارق القائمة الطول أكيد يعني هذا الجمال وهذا النتاج الكبير
وهذا الكم الهائل من القصائد المهمة اللي يفترض الكل يمر بهاي التجربة ويقراها، ذولا ممكن أن تطلق عليهم شعراء، أما الآخرين يجب أن تحذف من القائمة أسماءهم. طيب لو أجدتك دعوتين بنفس الوقت لمهرجان معين في نفس اليوم وبنفس الوقت في بابل وفي العمارة، ذن جمهورين، جمهور بابل والعمارة، إيش راح تقبل يا جمهور؟ والله هو يعني أكيد كل محافظاتنا غالية، بس خلي شوية أكيد. يعني سؤالك هو شوية محير، بس هم كون أنا ابن الفرات الأوسط يعني والفرات الأوسط بيتي كله هاي فراري يعني بيتي كله، فأنا أكيد يعني أخوتي ببابل أنا ابنهم يعني، وأنا يعني بين البابل والنجف مسافة كلش قريبة، هو الفرات الأوسط نهر واحد ويمتد كل محافظة. أنا المفروض أخليك بالموصل وأخليك بالعمارة. أكيد أقرأ بالعمارة يعني، لأن طبعا تحياتي كل جمهورنا الشعر الشعبي، يستحقون واحد يوصل لهم ويستحقون واحد يتعب لهم. وعلى الصفار أيضا شارك في كثير من المهرجانات. نعم أكيد، وأصدق عن العمارة، العمارة هي مدينة هسا احنا اختارينا العمارة. زين أريد قصيدة كنت ترضى بها العمارة. أي حجتني البوب من ردية ساكت وانا مغنك الله، ورث لي البي وطيفك البي ما يجري بعيد، ولا طارق لشباكي ارفرف بيك واشتمك، ولا قمر على قمصاني، ولا نجمل تطيح بحضني واندلك، تتيهني تتيهني وانت تندلج روحي، تندلج روحي ومن تشتهي تبوقك عين تندل تغتل بروحي الله. وهذا أنا، هذا أنا من أريد أشتاق أشتم كل حتى القمصان، وحب لون اليدلين على صدق الطين، وحب الباب أحب الباب يشرب وقفة متانين، وحب الناس من تلبس هوى النهران، وتسولف خضار القاع وتضوقني بخت التين، أصغر فوق كل شف يكبر ملاقة ويبلن دفهم عرسين الله. هذا أنا، هذا أنا كل ما تجفل الطار السمار وجوها غن الطين، أو كل ما تعتق الضويات، بس تعتق الضويات المروح صبح ينشاف، أو موعد يشرب البيبان أرهم وين ما تنقط لطار القاع تشتم، أو بس تنده بروح الماي، تعال انده بروح الماي، سوالف خضرة تشرب الله. عاقد لك هو على الباب يمتد، يمتد بضفاير شم، يمتد جيسني والمعمراي الطين أشوفك وانعرف يا لون، ولم كل صفنا بالشبات وانثرهم سبيل عيون، وضمن أضمن غرفة المتلول ودبر وجه من طولك عرفك الله. الله يا علي الصفار الله. شنو مواصفات المرأة اللي يحبها علي الصفار؟ مواصفات المرأة أسأل إذا أقول لك أن تكون جميلة راح تقول لي كل نساء العراق جميلات وكل النساء جميلة. طبعا والله أريدها أن تكون ثقة عالية بالنفس ومتصالحة مع ذاتها، وعدها طموح لبناء أسرة حقيقية تلبي طموحات مجتمع، لأن إحنا جاي نعاني حاليا يعني كثرة نتاج أكو. يعني أنت يعني هسه مواصفاتك ذني اللي تريدهم بالمرأة، يعني أن تكون يعني عندها إمكانية لصناعة أسرة تلبي طموحات. هذا جواب دبلوماسي، لأن المرأة أنا يعني برأيي قائدة، يعني المرأة يعني وراء كل رجل عظيم أمرأة عظيمة بالتأكيد. غزلت بيها هواي نسمع شيء للمرأة خصيصا نسمع. للمرأة نسمع. من على الصفا غنيت الصبح طاريك ولميت الهلل بالناس ممتانك الله، غنيت الصبح طاريك ولميت الهلل بالناس ومتانيك، يتبدع لطول مناشد البيبان ودور بالوجوه عليك الله، ما قلتك الفشلة ناس ما شموا وطن بيك، ذكرتك ذكرتك والدفصول في حضن بي، وضوقني ضوقني الضوى خصرة وشميت الهوى بنية، غنتني المدينة غنتني المدينة وطحت قمرية وقصيدة مغازلة باكر، وشفت كل الوجوه الطيحة مس مقيول، وهذاك انت على كل صفنة بريد تمر عناوينك تعزف لونك ويرقص هو بينا، مسحت الليل مسحت الليل شفت النجم لون اسمر، ونزعت الشيء بيمثي اشتهت تخضر، شمتني 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 ورجعت اصغر الله. الله يا علي الصفار. اذا احباء المشاهدين
فاصل وراجع لكم. قل للدائرات قفي، شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. يا تل الورد تل آخر السباح حتى تطفى من نشوف روح. شن صغار نقعد وقت الغروب باب الدار ننطر جاي تبوني. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة بالغربة ويجيني الصوت، وين انت اشتهيت الموت؟ بنص بغداد أريد الموت. حياكم الله أحباء المشاهدين، عدنا لكم بعد الفاصل. أكو بيت كلش أحبه للأستاذ شاعر جاسم فارس، بيت أبو ذية يقول تون دنياي وبراسي دخلها يرت وتيور بعد أكثر دخلها القاع استنكفت تنطي دخلها وأنا ببابك عدل ونطيت بيه. حياكم الله. حياك الله علاوي حبيبي من جديد. احنا سولفنا على مواصفات المرأة بالبارت الأول وخذنا فاصل. راح أسألك انه ليش لحد الان ما متزوج؟ والله قلت لك من القاي المواصفات الزواج زين معقوله ماكو؟ لا اكو بس جوزاني ما باحث، ما ادري كسول بهذا الموضوع. يعني انت هسه يعني ما شاء الله عمرك خير من الله. أي. المفروض لا بعدني ما قلت لك مواليدي الحقيقيه. لا ما قلت لك بيها بالبدايه، مسالتني بالبطاقه الشخصيه غيرت مواليدي ما قلت لك غيرت. طيب صارت مواقف وياك سابقا؟ نعم. قلت لي اكو مواقف صارت وياي وخلتني اكتب شعر وتحديات ايضا. أي. خلقت منك شاعر؟ والله هو طموح قلت لك للاقتراب من الشعر. يعني انا من وجهه نظري الشعر يحتاج اشتغال عالي على الذات يا سجاد. يعني احنا للاسف حاليا هذا الاستسهال وهاي المناطق اللي المناطق الاشتغال على الشعر بمكانات ما تلبي طموح القصيدة هو هذا مؤسف. فعلى الصعيد الشخصي أنا عندي يعني لحد الآن أسعى للاقتراب من القصيدة، أما بيننا وبين الشعر مسافات كبيرة. جيد، شنو المواقف اللي جسدتها بقصائدك؟ هواي مواقف. أريد موقف. أي هواي. يعني واحد من المواقف اللي انكتب علي هو مثلا علي ابن أبي طالب سلام الله عليه. سلام الله عليه. ليل وكل شيء أسود وانت تنشاف، ليل وكل شيء أسود وانت تنشاف، سمار بوجهك مضوى الشوارع، شباكك ما حط لي العجام وبعد كيل ومتر تحفر مواضع، سديت الحلوق تاكل الناس اللي بعدك اجوا بس سدوا شوارع، ولا اشر على اسمك قاضي تحقيق ولا شفنا بملفك طبع صابع، ولا اشر على اسمك قاضي تحقيق ولا شفنا بملفك طبع صابع، ندورك بازدحام جروحنا البيض، قلبك ببريد الشعب ضايع، محتارش اوصفك خاف اقصر بيك، وانت البيك كل شي وادري مالك حد، يا صورة بياض من البياض البيك، من قد نور وجهك ما قراك احد، بتفكير الخبز ما تعبت مسكين، شفك ينطحل الجوع من ينمد، مر نبس وجوه الناس صايت ماي، بطوابير الرعاية القصص تتفرهد، محتاجيك راي القادة خدرانين، نريد نشوفهم متجاملون اسود، يا بفيل بريسم كبر بينا الصيف، ذبلة عينا نريدك حلم مرود، بيتك وجه فقرة ما لبس حراس، سطحك بيتام مو كم مرصد، ما فتشت ظل الكان يتعناك، اللي يجي محترق يم سوالفك يبرد، يا ابو باب اللي يعرف وجوهنا شتريد، بس ما يوم بابك بيعرف ينسد، شفك راي دافي تفرط فوق الروس، ما مشيت رايك بين حد وحد، بردان البيوت ولا شارب حار، على بيباننا بنيه علق ينشد، اكو بنيه نقمبر للي يصير ما وما ننو كتف للنيته بس يصعد، وما نلبس الاصابع لون ما محشوم، نظيفه جفوفنا ومو طاهره. الله الله يا علي الصفار الله. نقول فرضا انه انت استلمت وزاره الثقافه. هي الله يبعدنا. ليش؟ ايش تسوي بها تصير وزير يعني؟ زين شنو اول خطوه تتخذها تجاه الشعراء؟ يعني الغي هواي من الاشياء مثلا. يعني لو تلغي شعراء؟ لا هو يعني سمري نقول نلغي شعراء، بس على الأقل أشكل لجنة بها رقابة شديدة على النصوص.
رقابة شديدة على النصوص ونوعيتها. زين، تصدر هويات للشعراء؟ يعني الشاعر هويته قصيدته. الهويات بها سلم؟ كثير من الناس اليوم بها سلم الهويات؟ لا، يعني على الهويات، يعني أنا ما أشوف الشاعر بحاجة إلى هوية. هوية الشاعر قصيدته، وهوية الشاعر موقفه، وهوية الشاعر انتماء للإنسان وانتماء لوطنه وانتماء للمعاناة الناس. أن يلبي طموح الناس اللسان الصريح، اللسان والصوت العالي، أن يكون تجاه ناسه. كان صوتك عالي؟ والله دائما. وبعده؟ يعني لا يزال. بوجه منه صوتك عالي؟ بوجه كل إنسان يحاول أن يسرق الناس، يسرق أرواحها ويسرق معيشتها ويسرق خدماتها ويسرق قوت أطفالها. كل إنسان أن يكون عبء على المجتمع، إن كان مجتمع يعني على مستوى الدولة أو على مستوى الدول المحيطة أو على مستوى العالم. بالنتيجة أينما ظلم الإنسان هناك شاعر وصوت عالي. زين، شنو اللي انسرق منك أنت كعلي الصفار؟ والله أعتقد إحنا مسروق من عندنا الوطن. أنت كعلي الصفار واحد من الناس، واحد من الناس اللي طموحه شخصيا وأنا أسولف عن نفسي، وأنا جزء من مجتمع، جزء من مجتمع أشوف كل الناس وأنا واحد منهم أنه طموحنا الوطن اللي هو مسروق. أوكي، بس أتدري وين أخذك أنا؟ أخذك الخانة عاطفية. الخانة شنو اللي انسرق منك يا علي الصفار؟ يعني شو تريد أقول لك؟ ما انسرقت منك؟ يعني شو تريد أقول لك؟ مسروقة مني حبيبة مثلا؟ ممكن. يعني الحبيبة لا تسرق. أو شلون أنت تحافظ على ملاكاتك إذا تسرق منك الحبيبة؟ أنت تعرف المجتمع وبيئتنا اللي عايشين به. ممكن والله هي ذا تريد تروح براحتها، بس أما إذا الموضوع متروك يمي وأنت تعرف تحكمنا تحكمنا عادات وتقاليد. إيه ممكن 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 يعني ممكن مسروق منك شيء. ممكن بس جوز أنا أحب خارج العادات والتقاليد. يعني ما يعني حب خارج المألوف مثلا، يعني ما مسروق منك. وحارس ذكي على ممتلكاتي. والله نعم. نسمع. هي نسمع. أي والله. لو نهر يأثر بروحي، نهر يأثر بروحي شاجرب كل طول اسمك، لو أصابيع ضوة شفت خصرك. الله. لو أصابيع ضوة شفت خصرك اللي يدور باب للحب. هذا الحب ينتظر موعد جروحه، الما يشم بالناس حزنه يغني روحه. الله. امنيا لمك طاري ما بردان صوته، وانت كل حرمشه بروحي مشتريك. الله. والشموس النشفه بلاحس ضواها يشتهيك، وكل قمره اي قمره لجسدها خيال صابع اشتهت طولك. الله. مسافات العيون البيك تشربني، ولمك مسافات العيون مسافات العيون البيك تشربني، ولمك باب ألمك باب من غبشة تبللها بشمس وتفوت. الله. وتبدى أتبدى بضحكتك لوم، ولم حزني اللي يطيح بعيد وتوليا، وأشوفك تجرب آخر نوم، أشوفك تجرب آخر نوم. قل لي بيا حلم أعبر وطيح مبلل بيدي، ولم خصرك من الشرشف وقل شوف شد حيلك. الله. حرت يا شف غني لك، حرت يا شف غني لك، ومد شف علياني وتراشيك الخدران حزن هزلوف، ولك شاليش اشتعل بالشوف، اشتعل بالشوف تدري بشوق فايض، وانت حضن جروف ياخذني ضواك وينقطع غفله ورد للحلم. هذا كله حلم أتنخاك. الله. ما تلتمق أول شيء. هذا كل حلم تحلم هواي علي. الله والله يا علي. هو الشاعر يحلم. أكيد. الله يا علي. تحلم كل شيء هواي. هو أجمل الأحلام أن تكون بهذا البعد الجمالي، أن الحلم إذا كان ينتج قصيدة ببعد جمالي باسترخاء وبطمأنينة وبعنصر يلبي طموح الحب، ممكن أنا أبقى أحلم دائما. وعندك هسه حلم تريد تحققه حاليا؟ عندي حلم أحققه إذا رجعوا الشهداء لأمهاتهم، هذا حلم. أحسنت أحسنت. أخذك الشيء جامد شوي عادي. أي. بالسادس إعدادي. أي. قد كان معدلك؟ يعني كنت كسول جدا. يعني معدلاتي بسيطة حيا. مثلا. يعني ما أدري. مو مقياس لعقليتك أكيد. أي. يعني أنت شاعر. أي. أخذك الفقرة. فقرة تغريدة. أتفضل. أي. هاي خليها قدامك.
أمانك يعني. هي مجموعة أسئلة فقرة بكالوريا. أي. مجموعة أسئلة متكونة من ثلاث أسئلة. السؤال الأول عرف ما يأتي، السؤال الثاني صح أو خطأ، السؤال الثالث أملأ الفراغات التالية. أولا جاهز التعريف؟ نعم جاهز إن شاء الله. أول تعريف التهمة. التهمة رايد وطن حارق لا محترق. الله. كل راس بي قنبلة من ربع شاه الصدق. الله الله. اثنين عرف لي الأب. وين أخذت الضوء كله؟ نريد نلقى رواحنا شوي التفت. الله الله. ثلاثة عرف لي النجف. النجف وكاحة ملح ما يقبل يذوب. الله. من العيون التخزر الموت ويتوب. الله 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 الله. أربعة عرف لي الناصرية. الناصرية الناصرية مدينة تسولفك للموت من يسكت. الله. مدينة تسولفك للموت من يسكت هنا ما تلقى رجفة بيت بكل حائط شهيد شلون ما يثبت. الله. هنا بس تلتفت تمشي الصور بالناس مدينة صور تضحك موت لليمشون هنا بكل قلب متعوب فاستذكار من غنى عمر سعدون. الله. هنا ما تلقى فيل الخوف لو حبوب توقف ريا للدخان لو ترجع علم الفوف. الله الله يا علي الصفار. الله. آخر تعريف الأستاذ والحبيب اللي أنا أيضا كلش أحبه الأستاذ نوفل الصافي. الله 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 يا سلام. نوفل الصافي المعلم. نوفل الصافي لا يعرف إلا عن لسانه، هو يعرف نفسه. نوفل الله. الصافي مو قصيدة الما تنشط الذاكرة وتحرف مسار. الله. مو قصيدة العاشت بقصر الأمارة وترقص على استيجعار. القصيدة اللاء القصيدة اللاء القصيدة اللاء ثار. وكم هي كثيرة لاءات نوفل الصافي. يعني نقدر نقول إلى تأثير على 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 الصفار نوفل. ليس على الصفار فقط، إلى تأثير كثير. نوفل الصافي المحتج الدائم. نوفل الصافي كان صوت في زمن كانت الأفواه لا تفتح إلا عند طبيب الأسنان. أحسنت. خلصنا من التعريف، راح نروح للصح والخطأ. اولا على الصفار اكثر الشعراء النجفيين ظلموه الاعلام. والله انا ضد فكره المظلوميه. يعني ماكو واحد مظلوم. لا هي ليش مظلوم؟ الكل شيء متاح، بس مرات انت ترفض التواجد ببعض المكانات جوز تظلم نفسك، بس هي الاشياء متاحه ومفتوحه. تقدر تقول انه نقدر نصدر قصائدنا من خلال موبايلك. من خلال الموبايل. صح. خلال موبايلك صفحتك تقدر تصور وتنزل. احسنت. أي. احسنت. اثنين بسبب كتابته الرمزية تأخر بالوصول إلى النجومية. والله هي هواية يعني من زمان. هواي أكو قصائد يعني هي حاليا قصائد موجودة قدامي استثنيت عن قراءتها. يعني جوز أكو أشياء هي تعتبر ذاتية تعتبر، لكن أنا ألجأ للجملة اللي تأخذ المتلقي إلى جانب التأمل، أن يتأمل المتلقي بجملتك الشعرية وأن ما تكون جملة جاهزة. هو المفروض الشاعر يصعد للجمهور لو ينزل للجمهور؟ لا الجمهور يصعد للشاعر. الجمهور يصعد للشاعر. أحسنت. ثلاثة بسبب عدم كتابة قصيدة رثائية للشاعر، بسبب عدم كتابتك لقصيدة رثائية للشاعر سمير صبيح رفضت الحضور لمهرجان رثاء لسمير صبيح. يعني أنت ما كاتب رثاء؟ لا أولا أنا ما كاتب، يعني الله يرحم الشاعر سمير صبيح. رحمة على روح الأستاذ سمير صبيح. أولا أنا ما كاتب قصيدة رثاء لسمير صبيح. أي. رحمة الله عليه. أو ما مدعو لمهرجان سمير صبيح. ما يعني هاي المعلومة غلط. لا لا ما توجهت لي دعوة للمهرجان، وما كاتب قصيدة رثائية يعني لهذا المهرجان حصرا حتى أكون موجود بي. بس أنت كاتب؟ لا لا ما كاتب ابدا. لا لا ما كتبت قصيدة رثائية. اذا اذا المعلومه انه جايتك دعوه على اساس وانت رافضها. لا لا لا, لا ما لان انت ما كاتب قصيدة رثاء سمير صبيح. صار المهرجان مال سمير صبيح وما توجهت لي دعوه للقراءه لهذا المهرجان. النقطه الرابعه النجف لم تصدر شعراء نجوم الى الساحه الشعريه. انا ضد فكره هاي التسميه، اسف يعني.
هي موجودة مطروحة أصلاً. موجودة. أكو نجوم لو ماكو. يعني أنا ضد التسمية، فما ممكن أقول أكو نجم شعري. يعني. شلون شو تسمي المشهور شو تسمي؟ يعني شعراء المشهورين اللي تنسجم قصائدهم مع الذوق العام. أنا ضد هاي الفكرة، لأن أنا عندي برأيي يعني، وهذا رأيي الشخصي بالنتيجة. محترم أكيد. أي إنه الشعر يستهدف جزء من الجمهور. طيب. نروح للسؤال الأخير من فقرة بكالوريا. أولاً املأ الفراغات التالية. أولاً الرجل العراقي يشتهر بفراغ. شهم. شهم. نعم. تمام. اثنين بغداد والشعراء وفراغ. الألم. الألم ما عادت أكو صور في بغداد. الصور الجميلة حذفت من الشوارع. وبغداد لم تعد بغداد. كاتب شيل بغداد؟ بغداد يعني. والله كاتب لها قصائد وطنية بها بغداد يعني. ما تتذكر شيء. ثلاثة ثالث فراغ مقبرة وادي السلام فراغ. مقبرة وادي السلام موطن الأحبة اللي أخذت من عندنا هواي ناس. الله. يعني دائما هاي المقبرة أتمنى أن تكون يعني أكثر من هذا اللي عليها حاليا، لأن شوارعها بائسة، شوارع ومكانات غير جيدة. يعني الناس من تجي لأحبائها، وإحنا خاصة عندنا ناس رموز كثيرة بهاي المقبرة من شعراء وفنانين. وأتمنى هاي القبور لرموزنا اللي غادروا الحياة أن تكون مزارات. أحسنت. أربعة منتدى خواطر للشعر الشعبي فراغ. منتدى بشباب رائعين طموحين يحبون أن يقدمون شيء. حضرت مرة بالمنتدى؟ نعم قاربي هذا المنتدى. كم مرة قرأت به؟ أعتقد مرة واحدة. مرة واحدة؟ نعم. وإذا وجهوا لك دعوة هسه مرة ثانية تعتقره؟ إيه هم شباب رائعين. عندك تواصل وياهم؟ يعني مرات أنا ما أتواصل مع أغلب الناس، يعني هم أحباء وأصدقاء وأبناء مدينة، بس هو التواصل مرات تعرف الإنسان يأخذ مشاغله تأخذ التزاماته. جيد. خمسة فراغ شاعر يحق لنا أن نطلق عليه المعرف لا يعرف. مظفر النواب. الرحمة والخلود لمظفر النواب. أخيرا وليس آخرا ستة فراغ قصيدة تعتبر من أهم قصائد علي الصفار اسمها. القصائد كثيرة حبيبي سجاد، وأغلب القصائد هي قريبة لذاتها. زين هنا راح نخلي منزلة. أي. اليوم عندك يعني شلون نقول كفة تخلي قصائدك وتخليها هي. يا تختار. ممكن القصيدة اللي بديت بيها، لأن قصيدة ذيك اسمها نعم آخر صبح. آخر صبح. زين عوضنا نسمع قصيدة منك هسه. أي والله. الهيل المو صدق ينشم شعر بايت وليل الما ورا لون الصبح ينشاف يلمع لك نجم ساكت. الله. لقيت الماي يشبهني لقيت الماي يشبهني ومشبي الشعر دفتر او نسيت الشمح المعطين أثارين نهر ما أدري من أكبر. الله. سكت هوسة هوسة مدافع الدخان واني آني ويلهو مريت وكبرت كبرت صدفة صدفة الناس وأنا مثل الأطفال نسيت. الله الله يا علي الصفار. اليوم إذا صارت فد مسابقة للشعر الشعبي وصرت من ضمن اللجنة يا موقع راح تأخذ؟ ممكن الجمال. جمالية القصيدة؟ جمال القصيدة. زين شنو القصيدة الفائزة اللي راح تنطيها ترند ان هي فائزة؟ ان تلبي طموح الشعر. بس شنو طموح الشعر عندك؟ طموح الشعر الجمال والوعي وعمق المفردة. يعني انت تطمح اكو شعر طلسم يسموه. لا لا مو الفترة هذا الأخيرة. لا لا مو انت تقصده هذا؟ لا لا مو اقصد الطلسم، اقصد الجملة اللي هي بها مساحة كبيرة من التأمل. نعم. بالفترة احنا سولفنا بموضوع القصيدة العمودية والمفتوح. نعم. اكو كان صراع بين الشعراء اللي يكتبون العمودي والشعراء اللي يكتبون المفتوح. انت ما اشتركت بهذا الصراع؟ انا يعني هسه ضد صراع الاشكال، يعني ضد ان نكون يعني تتصارع الاشكال ما بينها، هناك عمودي وهناك قصيدة تفعيلة. انا مع القصيدة الجميلة بشروطها أن تلبي طموح الشعر إن كانت عمودية أو تفعيلة. الشعراء القريبين عليك اللي لبوا
القصيدة الشعبية وكتبوها بحرفنا اللي هي تاخذ ذوقك. تقدر تنطيني كم اسم حتى انا اسمحهم؟ اريد اسمحهم والله هواي وما اصدقائك من نتيجة هسه اقرب هسه اصدقائي انا يوم اتجرد من اصدقائي اقرب مثلا شاعر علي حسن الشمري تحياتنا طبعا علي حسن الشمري باسم الخاقاني عبد الوهاب الحمداني واخواني كثير من شعراء مو ما تحس انه الاسماء اللي اختاريتها هم عقيل العرض الاسماء أيه. اللي هسه تعددتهم هم قالب واحد نفس الديزاين مال القصيده لا ابدا مناطق مناطق مختلفه بالكتابه يعني انا اقول لك ادوات إيه اوكي مختلفه لكن كلون وكاتجاه هو واحد هو هذا اللون يعني هو هذا اللون اللي قلت لك بمسار الشعر الصحيح زين انتم مشيت ورا مظفر لو عندكم قبل مظفر مظفر النواب اسس لهاي القصيده وليس مظفر النواب فقط شاكر السماوي وعلي الشباني وطارق ياسين وذياب قزار هاي المجموعة كلها هي كانت مؤسسين لهذا اللون الجمالي لكن اجوا الشعراء اللي ساروا على هذا الطريق اشتغلوا بمناطق جمالية تختلف عن هاي القصائد السبعينية احنا هسه مثلا بالناصرية انا اللي وعيت على الدنيا شفت لطيف العامري قدامي ابو مروة كبير الف صحة وسلامة الف صحة وسلامة الف صحة وسلامة انتو بالنجف مشيت ورا منه مشينا ورا الشعر الشعر من اللي كان اسم اللي هو ما يحد بمنطقة أخذكم أعتقد النجف ما كانت جزء من هاي القصيدة الحديثة بقدر ما كان الفرات يشترك بها القصيدة الحديثة كون الديوانية هي قريبة على النجف والفرات كونه واحد كان بشاكر السماوي وعزيز السماوي وعلي الشباني وذول أصحاب الفتح الأكبر للقصيدة ها جيد أنت تتصور أن القصيدة هي هاي المفتوحة بالبداية كان إلها جمهورها وناسها وكذا هسه بدت أنه لا يزال الجمهور موجود نعم. ليش ما جاي يشوف مهرجانات لكم يعني المشكلة بأصحاب المهرجانات من اللي يسوي المهرجانات اللي لا بالتأكيد وشعر يعني أكو منتديات وأكو ناس يحبون الشعر يقومون على تأسيس مهرجانات معينة هذا اللي يسوي مهرجان هو بعد على ذوق يد الشعر طيب نروح نسمع من على الصفر أي نسمع باشر ينذكر كل وجه مو صدفة أو تعرف الموقف البيلون من نسفة والشف اللي يأشر مستح على الدم يبوق البرد بالرجفة الضم الصبح ختلة شمس بالحيطان ما يعبر حلم كل لافتة عرفه ما يعبر حلم كل لافتة عرفه حيل الماي حيل الماي غانية أو حيل الماي المقاعب تعب شفة تبوق الآخل بفي لتشمة 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 رفوة اطرز ترابك على ظنونك وهوى بلا مستحى يبيعك رخص الثام سعره يضيع بيش بهوسة من جرحك أو حزب المال قالك صوم يحط كاتم قبل اسمك يحط كاتم قبل اسمك حرق حرق كل صوت يتلفت غنب قاعة حرق كل نسمة حرق كل نسمة من نتلف حرف يتوهدن بناره من نتلف قذلة من تشرين يطفى بميلة من عدها وجع شاره هذول الما يضمهم حزن صورتهم صدق سنبل يسولف لونه من قطرة آخر عرف مر بوطن ضايع بالفتاوى صاحب الامر الله الله يا علي الصفار الله شلون حظك حلو والله اعتقد زين اي فقره حظي ونصيب عندنا ثلاث قصائد راح اسلمك ظروف تختار لنا ظرف واحد نعم بها قصيده لشاعر راح تجاريها بنفس الموضوعيه متفقين نعم متفقين هسه لك الاختيار اريدك تختار لي واحد من ذني والله خلي أقول خير الأمور أوسطها كلها تختار الأوسطها دمرتوني بالأوسطها أي شوف منو صاحب الحظ اللي يكون وياك الله الله منو الشاعر حسن البركي قل له قلبك عرفت يريد ينصاد كلش نزر بس ماله مطراد مثل يذب جور على بغداد ينذر يقود وتالي ينقاد يا جرح لا تنغر بالضماد مو دوم يرجع سالم الهاد ورد عايلك والحكمة الراد يلمع دفو تدرين مبراد يلكل شي ماكو عاف المراد جوعان ومن الزاد ما زاد بس كون قلبك جمرة عناد لا باكر تطالبني برماد الله شجاري هاي القصيدة مدافع على الهوى
ياري يا شهقة نوش خنقة وإحنا موت تزاحم على الشم سواد أحزاب ما بيلون يفتح باب لي اللي يقود لي لو صبح ما يلتم الصدور موشلة وترابك مش بالروح سكر بي أشقاء براسنا نسم تشف بتشف نموت وسكت رخص الناس شعب خلص ملاقى وطن ما سلم الله عطش بي دجلة آخر صدق ما بي ماي عطش بي دجلة آخر صدق ما بي ماي ملتم عليها حلوك تشرب دم يبين على العين تستحي لك شوف عن عين تبوقك شوف هم لثم وانت بين ثلمة وثلمة رجفة ايد الله نلزم يا طرف من وطن يتقسم الله صرخة شعب ما ننشف بكاتم صوت مو من حلك خايف من نحر نحر يحلم الله نحر يحلم حفر أسماء مو هوسة جناس الموت سر المالح بمالح قام يتقدم تدور راس بي وشلة أراقي صيح مو شف بفرض أرواح تتيم حزب بحزب وإحنا آخر خضار القاع بوقي دلي بوقي شلون يتعلم نميز يا شعار الحجص يا حب سوق حزب بلا يا الله وحزب يتأسلم الله مشوا بالوطن صوت بسكتة الحيطان يا بير التنفس جيب بي خيم لعب ما بين قاطي بوك حلم أطفال أونية على الجنوب عمامة تتأقلم ولا لزمة ظهر توقف بطولك راي ولا ينطيك إيد الظهر المحزم أو تمسح يا حلم وتشوف باكر لون مو حيرة شعب ما شوف صف انتهى الله يا علي الصفار الله يا ممتع الله يا جميل الوقت أخذنا وسارعنا وما حسينا به أكو قصائد كثيرة ما قرينا للأسف وإحنا كنا نريد نسمع لكن هسه بخلف الكواليس راح نسمع كلمة أخيرة من علي الصفار شكرا لك شكرا لليلة شعر شكرا للقائمين على هذا البرنامج من مخرج ومصورين رائعين بذلوا كل طاقتهم حتى تكون هاي الحلقة خفيفة على عيون المشاهدين الحلوين يا حبيبي وشكرا لقبولك الدعوة أكيد احنا نتشرف اليوم يا قلبي ويانا أعزائي المشاهدين تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج والسادة المصورين وكل الكادر العمل انتظرونا الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج ليلة شعر في أمان الله